يعتبر قطاع صناعة تحلية المياه قطاعاً إنتاجياً عملاقاً في المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً. وأصبحت المياه المحلاة عنصراً أساسياً في معادلة الأمن المائي للبلد، حيث تشكل المياه المحلاة المصدر الرئيس لمياه الشرب في معظم مدن المملكة، على الرغم أن المملكة تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحلاة، فإن القدرات الوطنية العلمية والتقنية في مجال تقنيات تحلية المياه لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم الإنتاج الضخم. واستجابة لذلك، فقد اعتمدت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة الدعم السخي لبرامج ومؤسسات البحث العلمي، ومنها مركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه بجامعة الملك عبد العزيز، والذي تم إنشاؤه في شهر رمضان سنة 1429 للهجرة في إطار مبادرة الوزارة بإنشاء مراكز التميز البحثي. جاء إنشاء مركز التميز البحثي في تقنية تحت المياه في غرة رمضان 1429 هجرية الموافق 1 سبتمبر 2008 ميلادية. لا شك إن إنشاء المركز في جامعة الملك عبد العزيز يتناغم ويتطابق مع خطتها الاستراتيجية للتحول إلى جامعة بحثية رائدة، كما يمثل الاستثمار الأمثل لما تملكه الجامعة من قدرات بشرية ومعرفية وفنية وتجهيزات معملية في مجال تقنية تحلية المياه. تتمثل رسالة المركز في تحسين اقتصاديات تحلية المياه، توطين الاستراتيجيات المختلفة والتقنيات المختلفة في تحلية المياه، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الشابة لتتبوأ مكانة جيدة في البحث العلمي في تقنيات تحلية المياه. حددت الخطة البحثية للمركز 5 برامج بحثية. البرنامج الأول يهتم بتطوير تقنيات تحلية المياه بطريقة الفصل بالأغشية باعتبارها الخيار الأفضل حالياً من حيث استهلاك الطاقة والتكلفة. البرنامج الثاني مرتبط بالبرنامج الأول ويهتم بتطوير تقنيات معالجة مياه التغذية واتساخ الأغشية. تتولد من عملية تحلية المياه كميات كبيرة من فضلات الماء الشديد الملوحة تسمى الرجيع، وهذه المياه تشكل تهديداً بيئياً. لهذا فإن برنامج إدارة مياه الرجيع يولي اهتماماً بمعالجة هذه المشكلة. تاريخياً تطورت تحلية المياه في هذا البلد بالاعتماد على التقنيات الحرارية، ولذلك تم اعتماد برنامج بحثي لتطوير العمليات الحرارية لتحلية المياه، يهدف إلى استنباط عمليات حرارية مبتكرة وتطوير أنظمة هجينة أقل تكلفة. أما البرنامج الخامس فهو يتعلق بتطوير تقنيات تحليات المياه بالطاقة الشمسية، ويتوافق هذا البرنامج مع طموح المملكة بتسخير ما حباها الله به من طاقة شمسية هائلة في إنتاج المياه لإعمار الأرض ورفاهية الإنسان. لتنفيذ هذه البرامج لابد من عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو القدرات البشرية، وقد استطاع المركز خلال الفترة المنصرمة من استقطاب عدد من الباحثين ومساعديهم من خلفيات وخبرات متنوعة. أما العنصر الثاني فهو المعامل البحثية. حرص المركز على تجهيز معامل حديثة متوافقة مع البرامج البحثية ومتكاملة فيما بينها. تندرج معامل المركز تحت 4 مجموعات رئيسة، هي هندسة عمليات التحلية والمعالجة، هندسة تطوير وتصنيع الأغشية، التوصيف والتشخيص، النمذجة والمحاكاة. يتم تجريب عمليات التحلية المختلفة والتطبيقات المبتكرة لها في معامل عمليات التحلية والمعالجة.
وأما معمل تحليل المياه فيتيح للباحثين التعرف على المكونات الكيميائية لمصادر المياه المراد تحليتها ومعالجتها، والتعرف على كفاءة العمليات المستخدمة من حيث إزالة الأملاح والشوائب. ويتم فحص وتوصيف خواص الأغشية التي تم تصنيعها والأغشية المتوفرة تجارياً في معمل توصيف خواص الأغشية والأسطح ومعمل المجهر الإلكتروني. وهذه الفحوصات مهمة لتمكين الباحثين من توجيه وتعديل خطوات ومتغيرات عملية التصنيع من أجل الوصول للخواص المرجوة. وفي معمل تصنيع الأغشية يتم تصنيع أنواع متعددة من الأغشية الأنبوبية والمسطحة ذات خواص مناسبة لتطبيقات تحلية ومعالجة مصادر المياه المختلفة. وإدراكاً لأهمية التعاون البحثي مع المؤسسات البحثية الرائدة الوطنية والدولية، فقد باشر المركز التواصل مع العديد من هذه المؤسسات، وتم التوصل إلى اتفاقيات تعاون علمي وبحثي واتفاقيات مشاريع بحثية مع بعضها. مشروع التعاون البحثي مع معهد أبحاث تحلية المياه التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هو أحد هذه المشاريع، ويهدف هذا المشروع إلى بحث إمكانية زيادة إنتاجية وكفاءة محطات التحلية باستخدام تقنية غشائية ناشئة تسمى التقطير الغشائي. كما يقوم المركز بالتعاون مع شركة هيتاشي اليابانية بتطوير طريقة حديثة لقياس تأثير خواص مياه البحر على اتساخ الأغشية، ستساهم في تحديد نوعية المعالجة الأولية المطلوبة عند بناء محطات التحلية بالتناضح العكسي. ويعمل باحثون من المركز مع نظرائهم من جامعة باليريمو الإيطالية على ابتكار طريقة متكاملة لدراسة وقياس سريان المياه في أوعية أغشية التناضح العكسي. وهذا المشروع مدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في إطار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. من أمثلة المشاريع البحثية الأخرى التي يجري تنفيذها حالياً مشروع تقييم كفاءة استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة التقطير الغشائي، ومشروع تطبيق تقنيات الأغشية المتقدمة في تحلية المياه الجوفية الضحلة الملوثة في حوض جدة، ومشروع تقييم أداء الأغشية الخزفية في المعالجة الأولية لمياه البحر الأحمر، ومشروع التوصيف الجزيئي للكائنات المسببة للاتساخ البيولوجي لأغشية التناضح العكسي في منطقة جدة. مركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه بجامعة الملك عبد العزيز.